هدفي هذه المباراة. الهدف الأول جاء في البداية في الدقيقة 12 من بداية اللقاء عن طريق اللاعب جونيور أجاي، هدف طبعا بعد جملة تكتيكية ثلاثية رباعية من لاعبي النادي الأهلي، استطاع من خلالها جونيور أجاي أن يسجل أول أهداف النادي الأهلي في هذه المباراة. وبعد هذا الهدف بدقيقتين فقط استطاع مؤمن زكريا أن يستفد من خطأ حارس مرمى فريق القطن الكاميروني إبراهيم داوودة ويسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في هذه المباراة. مؤمن زكريا الذي قدم مردود والأروع في هذا اللقاء يعتبر من نجوم اللقاء، استطاع أن يستغل هذه الفرصة وهذا الخطأ ويسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي. وبعدها أضاع النادي